أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجنا نقطة تحول. النهاردة بنتكلم على جزء غالي علينا جدا، وإحنا قدمنا كتير، ويمكن عدد كبير من أبطالنا في حرب أكتوبر بذلوا من دمائهم علشان نصل إلى هذه القطعة اللي غالية علينا، طبعا عارفينها كلنا، هي سينا الحبيبة. سينا أرض الفيروز، سينا مهبط الأديان، سينا اللي شافت أو شاف فيها العالم تغييرات كبيرة جدا جدا، وسينا وغناها بثرواتها الجميلة. كانت سينا في فترة من الفترات طبعا محتلة، وطبعا هذا الاحتلال كان احتلال غاشم، وقدرنا بحرب أكتوبر وقدرنا بنضالنا ان احنا نحرر هذه الأرض، وإن كان جزء منها حرر بعد اتفاقية السلام، ورجعت لنا أرضنا كلها كاملة إلى مصرنا الحبيبة. طبعا هذه الأرض أرض غالية، دفعنا فيها كتير وبذلنا فيها كتير، وهي أرض أجدادنا ومش ممكن أبدا نقدر نستغنى عنها ولا نديها لحد، لأنها أرضنا وأرض ولادنا اللي مفروض يستفادوا منها. مهما اتكلمت عن سينا هنقول مواضيع كبيرة جدا ونقول كلام كتير جدا، لكن هتفضل سينا غالية قوي علينا، ويمكن عدد كبير جدا اللي سافر سينا وشاف جمالها وشاف سحرها وشاف شواطئها الجميلة وشاف النخيل هيحس قد إيه إن هي شيء غالي قوي قوي علينا، وشيء مش ممكن أبدا نفرط فيه. حتى اليهود لما خرجوا من سينا كانوا بيبكوا على سينا بكاء يصل إلى الدم، وكانوا بالعافية بيخرجوا من سينا، وقدرنا ناخد سينا مرة تانية. النهاردة زي ما بقول لحضراتكم هنبدأ حديثنا على سينا، لكن من وجهة نظر جديدة حول التفجيرات في سينا واتفاقية السلام، ويمكن ده موضوعنا الأساسي. اسمحوا لنا ناخد فاصل سريع نشوف في سينا ونستمتع بسينا، ونعود نستكمل لقائنا من خلال أغنية علمونا في مدرستنا. عدنا تاني معكم أعزائي المشاهدين، ومرة تانية بنقول سينا أرض عزيزة علينا مش ممكن أبدا نقدر نفرط فيها. معنا سيادة اللواء أركان حرب متقاعد منير حامد، محلل عسكري وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك سيادة اللواء. طبعا لما نيجي نتكلم على سينا بنتكلم على سينا بحب شديد، وسينا قد إيه غالية علينا، لكن كمحلل عسكري أهمية سينا وموقعها الاستراتيجي الهام جدا في مصر وفي قلب الوطن العربي أو شبه الجزيرة العربية، حدثنا عن هذا الجانب، ويمكن الطبوغرافيا في سينا والجغرافيا السينية لها مميزات خاصة وسمات خاصة، ماذا عنها؟ يعني أولا سينا جزء عزيز علينا كمصريين، تم استرداده بعد حرب أكتوبر 73 بعد نضال شديد، ورغم أهمية هذا الجزء إلا أنه يمثل يعني شيء كبير يمكن أن يعني نتحدث عنه من خلال محورين. المحور الأول
هذا الجزء هو يمثل البوابة الشرقية التي جاءت منها كل الغزوات التي غزت مصر، حتى يعني من عصر الفراعنة جاءت منها جميع الغزوات حتى عصرنا الحديث. بالإضافة إلى الجزء الآخر هي وسيلة تأمين الوادي، حيث أنها منطقة صحراوية جبلية ذات وضع خاص، وبالتالي تمثل الدرع الذي حمى وادي النيل في مختلف العصور. ولا نستبعد أن أجدادنا الفراعنة أدركوا أهمية سيناء كبعد أمني واستراتيجي، بأن جميع حملاتهم العسكرية كانت تخرج من طيبة أو منف، ثم إلى صارو إلى الأمطرة، ثم بحيز الساحل الشمالي إلى خارج الحدود المصرية. جميع الغزوات التي جاءت زي العبرانيين، زي قمبيز، زي الصليبيين، ثم حتى الفتح الإسلامي، كله جاء من بوابة مصر الشرقية. هذه البوابة يجب الاهتمام بها، ليس اهتمامها كموقع عازل أو كوسيلة يعني ما يعتبر نطاق أمن، ولكن هي جزء غالي من الوطن، يجب ان هو لا نشعر باستقطاعه من الوطن مرة أخرى كما حدث بعد حرب 67. أما اللي يهمنا فهو الجزء، هذا الجزء العزيز علينا، نجد أنه زي ما حضرتك ذكرت له طبوغرافيا خاصة. طبوغرافيا يعني الجغرافيا من وجهة النظر العسكري، له شكل خاص. نجد أن الجزء الشمالي أرضه صالحة لتقدم جميع الحملات، وأرضه صالحة لكل عمليات القتال، عدا أماكن زي المناطق السبخية اللي في عند بحيرة البردويل وسهل الطينة، أو منطقة الكثبان الرملية اللي هي تبقى جنوب وشرق أم رجان. هذا الجزء أرضا يحوي المحاور الرئيسية لتقدم أي قوات تحاول اقتحام سيناء، أو أي قوات تتقدم من الغرب لصد عدو أو للدفاع عن سيناء. عندنا المحور اللي هو الساحلي اللي هو بيطلق عليه المحور الشمالي، ثم جنوبه محور آخر يعني يمكن استغلاله، ثم ما عندنا المحور الأوسط، ثم محور الجدي ومحور مثل ده، الجزء بتاع شمال سيناء وسيناء الوسطى. أما سيناء الجنوبية فهي هضبة جبلية مانعة، لا تستطيع أن تعبرها قوات كبيرة، ولكن يمكن عبورها بتسرب يعني من وديان فرعية صغرى، وفيها بعض الوديان الكبيرة يعني زي مثلا وادي فيران. أما وسيلة اختراق هذا الجزء لا يمكن، لأنها يعني منطقة جبلية فيها يعني فرعيات صغيرة من الوديان، لكن طريقها الرئيسي هو الدوران حول شبه جزيرة سيناء من العقبة إلى جنوب سيناء، ثم مرورا بالساحل بالطريق الساحلي الغربي. أنا يعني معايا خريطة أحب أوريها للسادة المشاهدين حتى يروا هذه المنطقة الجغرافية. هنلاقي ان احنا شبه جزيرة سيناء بتنقسم الى جزئين، الجزء الشمالي والاوسط على شكل مستطيل، ثم الجزء الجنوبي على شكل مثلث. الجزء اللي هو الشمالي هو منطقة ده الجزء الجنوبي اللي هو على شكل مثلث، هنلاقي ان هو منطقة هضبة جبلية عدا وادي فيران اللي هو بيربط من الشرق الى الغرب. اما الجزء اللي هو الشمالي والأوسط منها اللي على شكل مستطيل فهو فيه المحاور الرئيسية الساحلي وجنوب الساحلي، ثم المحور الأوسط، ثم عندنا محور جد ومحور مثل، ثم محور سدر الجبلي. هذه هي المحاور الرئيسية المؤدية من شرق سيناء إلى خط الحدود الدولية
مع إسرائيل، مع فلسطين، مع فلسطين، مع محتلة إسرائيل حاليا، حيث المعابر والأنفاق. المعابر والأنفاق بتتركز في الجزء الشمالي اللي هو مدينة رفح، ما بين مدينة رفح المصرية ومدينة رفح الفلسطينية، وهنا الجزء ده اللي هو يظهر في الخريطة دي غزة. تمام. عاوزين نتحدث عن الأنفاق، ماذا عن هذه الأنفاق وماذا عن هذا العدد الكبير من الأنفاق؟ يعني جات إزاي هذه الأنفاق اللي بتربط بيننا وبين فلسطين؟ يعني هو هناك اتصال بري، ومدينة مقسمة إلى قسمين بخط الحدود الدولية اللي هي رفح، مقسومة إلى قسم داخل مصر رفح المصرية، وامتداد المدينة أو استكمال المدينة هو رفح الفلسطينية. تمام. وخط الحدود يمر، خط التقسيم يمر في منتصف مدينة رفح تقريبا، وبالتالي إن ممكن تجد منزل جزء منه في رفح الفلسطينية وجزء منه في رفح المصرية. ده أدى إلى أن يعني الفلسطينيين استغلوا هذا التداخل. لما قامت إسرائيل بعملية حصار اقتصادي ولم يستطيع الفلسطينيين تدبير احتياجاتهم، لأن القوات الإسرائيلية أو إسرائيل عموما بتعمل على تجويعهم، حاولوا أن هم يعني يعبروا شطري المدينة عشان يهربوا البضائع. طبعا كان سهل الاكتشاف لأن هو شخص بيحمل يعني حاجات يعني أدوات ومأكولات ومأكولات وهكذا، فلجأوا إلى حفر أنفاق توصل ما بين شطري المدينة. نفق يعبر فرد واحد ولا أكثر من فرد ولا إيه بالظبط؟ تعددت الأنفاق، يعني هناك أنفاق لعبور الأشخاص، وهناك أنفاق يمكن تهريب البضائع منها، وسيارات ومدرعات هناك أيضا. هناك أنفاق تسمح بعبور السيارات، السيارات الصغيرة والمتوسطة، إذن هي متدرجة الحجم. خطورة هذه الأنفاق أنها ليست تحت السيطرة، يعني يمكن أنك الدخول منها من الجانب الفلسطيني الجانب المصري بطريقة غير شرعية، لأن مداخلها مش ظاهرة. طب حراسة الحدود هنا لم تمنحها، لم تكتشفها، أو لم يعني تقف هذه الأنفاق؟ احنا بنسمع على أعداد كبيرة، 100 وحاجة، 150، 130، يعني أنا ما حضرنيش الرقم، لكن أعداد كبيرة قوي عن هذه الأنفاق. هكلم حضرتك بس احنا هنوصل إلى أن الأنفاق دي أصبح الأنفاق يعني مصدر دخل كبير لطائفة من أهل رفح، سواء المصرية أو الفلسطينية، ولكن التركيز أكتر على الناحية الفلسطينية لأنها هي اللي تتحكم في مخارج الأنفاق، وبالتالي هذا يمثل تهديد للأمن القومي المصري. ليه؟ لأن أنت لا تسيطر على الأنفاق، ولكن يسيطر عليها الجانب الآخر، وخاصة هي الحكومة المقالة اللي موجودة في فلسطين. تمام. الجزئية الخطيرة من هذا انك ليس عبور اشخاص مشتبه فيها او هم لا تخضع لتفتيش امني، ولكن يمكن تهريب مواد خطرة زي مواد متفجرة، زخاير، اسلحة تخل بالامن في سيناء، وهو هنا مكمن الخطورة. وصل عدد هذه الانفاق زي ما ذكرت بعض المصادر الى 1200 نفق. 1200 ما بين الصغير وما بين الكبير. ولا يعني نقدر نقول انه يمكن تحديد مداخلها ومخارجها بسهولة، واسرائيل قامت بضرب اثناء ما كانت بتقصف غزة بانها تقصف بعض مخارج هذه الانفاق، ولكن ما يدمر من الانفاق يقوم الافراد بإعادة تأهيله أو فتح نفق جديد، لأنه أصبح يمثل مصدر دخل، مصدر عالي لدخل هذه الأشخاص. خشيت إسرائيل من وجود هذه الأنفاق والتأثير السلبي عليها. طبعا. من إيه بالضبط حضرتك؟ هل هو من أسلحة؟ هل هو من عداد؟ هل هو من أطعمة؟ ماذا عن هذا الأمر؟ هو عشان نقول كده نتكلم الأول على
تقسيم سيناء في الاتفاقية تمام. قبل أن نتطرق للاتفاقية. تمام. المنطقة سيناء شبه جزيرة سيناء قسمت إلى ثلاث مناطق، منطقة ألف والمنطقة ب والمنطقة جيم. المنطقة ألف تتواجد فيها القوات العسكرية المصرية تمام. طبقا لنص البروتوكول العسكري. أي. المنطقة ب تتواجد بها قوات حرس حدود ذات تسليح خفيف. القوات المنطقة جيم أيوة. لا توجد بها قوات عسكرية ولكن توجد بها شرطة مدنية. شرطة مدنية. ده النص الأصلي للاتفاقية. جيم هي في العمق، في العمق المصري ولا مزاحمة للحدود. للحدود. داخل الحدود الإسرائيلية هناك منطقة تسمى دال. وهذه المنطقة داخل الأراضي، يعني بحدها الشرقي داخل الأراضي الإسرائيلية الفلسطينية المحتلة، وحدها الغربي حقط الحدود الدولية، وبها قوات عسكرية. قوات متعددة الأمن، هل هي موجودة قوات كما نسمع؟ الجنسيات موجودة. عايز أقول بس متعددة الجنسيات. متعددة الجنسيات. جزء موجود منها في شمال سيناء في العريش، وجزء منها موجود في جنوب سيناء في منطقة طابة. وهي بتحدد الاتفاقية، هي خاصة بس بعملية المراقبة، المراقبة أيوة. وإبلاغ بالاختراقات وملاحظة التزام طرفي المعاهدة بنصوصها فقط. تمام. وأي تجاوزات بتبلغها للأمم المتحدة ثم تبلغ بها الطرفين. في فترة المعاهدة السلام وما زلنا فيها، هل هناك كانت اختراقات من الجانبين، الجانب المصري الجانب الإسرائيلي من وجهة نظرك، في يعني وجود هذه القوات متعددة الجنسيات؟ لا، يعني عايز اقول لحضرتك اطمئنك على هذا، ان منذ توقيع الاتفاقية سنة 79 تمام، وقبلها بسنة اتفاق اطار السلام، لكن النص الاصلي للاتفاقية اللي هو 79 حتى الان التزم الطرفين بنصوص الاتفاقية، مفيش خرق ولا يتم اختراق بقوات، لكن تسلل ممكن وهو لا يمثل خرق الاتفاقية. تمام. لان ده مجموعة من الافراد بتحاول انها تتسلل من الغرب الى الشرق، تدخل الحدود المصرية او من الحدود المصرية الى الحدود الاسرائيلية، وابرزهم اللي هي العناصر الافريقية التي تحاول اللجوء الى اسرائيل. لكن اهالي المنطقة يعلموا دروبها ويعلموا الفريعات الصغيرة من الوديان الذين يمكن أن يتسللوا منها، وهذا التسلل أساسا يا إما تهريب بضائع يا إما عملية جلب مخدرات. لكن لا دخل بالأسلحة نهائيا في هذا الأمر. يمكن طبعا طالما أنت عارف المسارب وأنت تستطيع أن تتحرك في أمان داخل الأراضي المصرية وفي أمان داخل الأراضي الإسرائيلية، لأنك هذه المنطقة الشاسعة لا يمكن تأمينها بنسبة 100% لا في مصر ولا في أي دولة أخرى. وعندنا مثال، أكبر قوة عظمى للولايات المتحدة لا تستطيع السيطرة على كامل حدودها، وبنشوف الهجرات من المكسيك، من المكسيك. رغم التقدم التكنولوجي والوسائل المستخدمة والتواجد القوات، مراقبة الأقمار الصناعية والكثير منها، لكن مفيش، لا يمكن القضاء على هذا بنسبة 100%. تمام. مفيش دولة قادرة على أنها تؤمن حدودها 100%. لكن بنقول ايه، بنسب التجاوز ثم المقبولة ثم يتم القبض عليهم داخل الاراضي لانهم يعتبروا متسللين غير شرعيين. التفجيرات في سيناء، ويمكن في بعد ثورة 25 يناير حدثت هذه التفجيرات بشكل كبير قوي، وبنشوف حتى تفجيرات الغاز وخط الانابيب اللي رايح للاردن واللي كان رايح لاسرائيل. طبعا هذه من وجهة نظر البعض هناك مطالبات بشيلها خالص وان ده ما ينفعش، لكن مش ده حديثنا. حديثنا عن هذا الجو المليء بالتفجيرات في سيناء، ما هي أسبابه وما هو التحليل العسكري لهذا الأمر؟ يعني أنا كيف حدث؟ هو هذا هو الشيء المؤسف والمحزن. تواجد هذه العناصر المتطرفة أو المتشددة دينيا أو ما يطلق عليها بالإرهابية في سيناء، هذا أصبح حقيقة واقعة. جاء نتيجة ممارسات سابقة سيئة تجاه سيناء، حيث أنه لم يتم تعميرها. 62 ألف كيلو متر مربع، يمكن الكثافة السكانية 3 فرد في الكيلو متر المربع. طبعا. فراغ. فهي آه. تغري من يريد أن يقوم بأي شيء. صحيح.
ده رقم واحد. جزئية تانية، التيار المتشدد لم يكن وليد اليوم، ولكنه نما في وقت كان يستخدم فيه سياسيا وكأوراق ضاغطة، وذلك في عهد الرئيس السادات اللي سمح بالخروج الإسلاميين إلى أفغانستان لمقاومة المد الشيوعي وهكذا، واستخدم في مصر منه بنفس هذا الأسلوب، وبالتالي ظهر عندنا ما يعرف بالجماعات المسلحة. هذه الجماعات المسلحة رغم انتشارها عن العالم كله وخاصة في أفريقيا، كنا لا نرجو أن تنتشر في مصر، ولكنها انتشرت، وحاليا تختار سيناء بالذات لضعف الوجود الأمني رقم واحد، منطقة منعزلة قليلة السكان. لضعف الوجود الأمني نتيجة للمعاهدة ولا لضعف الوجود الأمني نتيجة للنظام السابق؟ لا، أنا ما أقدرش أقول نتيجة المعاهدة لأن مصر طول عمرها تواجدها الأمني كدولة ضعيف في سيناء. حتى يمكن أقول لك أن المعاهدة اشترطت وجود قوات أو نصت على وجود قوات، هذه القوات لم تكن موجودة من قبل. يعني إحنا عندنا حوالي 23 ألف جندي في المنطقة ألف بنص الاتفاقية. سيناء طول عمرها لم يكن مدافع عنها إلا بنقط مخافر على الحدود، ثم كتائب حرس حدود بسيطة موزعة في أماكن تقاطعات الطرق لمنع التهريب أساسا والدخول الغير شرعي. في المستقبل يتغير هذا الجانب، المفروض يزيد العدد حتى للاتفاقية. يعني هكلم حضرتك على الاتفاقية بعد ما نخلص موضوع اللي زي ما حضرتك سألت السؤال بتاع جماعات المتطرفة. تمام. هذا المكان أصبح يغري بتواجد هذه الأماكن. أولا أرض مترامية الأطراف، تواجد أمن قليل، كثافة سكانية قليلة، أماكن اختفاء كبيرة جدا، طرق ومدقات ومسارب لا يعلمها إلا اللي بيعيش فيها، تقدر تنفذ أي مهام وأي أعمال قتالية انطلاقا من هذه الأرض، لأنها زي ما قلت لحضرتك هي صعوبة التضاريس فيها تحقق الإخفاء والاختفاء، إخفاء للمعدات والاختفاء بالنسبة للأفراد، وتتيح أن تتواجد بها أي قوات لا تستطيع أن تراقبها بصفة مستمرة. ده سبب اللي هو تواجد هذه العناصر حاليا في سيناء. المطلوب هو تطهير هذا الجانب كله، يعني تطهيره ويعني نصل إلى حالة من حالات الأمن التام. ده المطلوب اللي بتخطط ليه مصر حاليا، وده اللي بيتقوم بيه القوات المسلحه بالتعاون مع الشرطه حاليا. لكن انا عايز اقول ايه، يعني ان بعض الناس قد ترى طول المده هو معناه عدم القدره او ضعف الامكانيه او قوه هذه الجماعات. لا، انا ده لتحرك الجيش المصري فات، الجيش والشرطه اللي بيشتغلوا في المنطقه. تمام. جيم الجيش لوحده ما يقدرش يخش هذه المنطقة بنص الاتفاقية. منطقة جيم لا يدخلهاش الجيش. لا، ما يدخلهاش. اللي هي متخمة للحدود المصرية الفلسطينية. هو متواجد فيها حاليا. وانا هقول لحضرتك لما لفترة قصيرة ثم يعود مرة تانية. طبعا ده باتفاقية مع الجانب الاسرائيلي على الحدود. لابد ان يكون هناك حوار ونقاش مع الجانب الاسرائيلي، وهذا ليس معناه عدم سيادة مصر على جزء من ارضها. لا، يعني هو نص الاتفاقية اللي قبله الأطراف وقواعد القانون الدولي تلزم الأطراف وكل الاتفاقية واحترام للاتفاق واحترام للاتفاقيات، بالإضافة إلى قاعدة الرضائية في القانون الدولي اللي بتجبر كل طرف أنه يلتزم بما القضاء ووقع عليه. تمام. طيب هنيجي نقول، هل إسرائيل يعني كان لها طلب زي مصر ما ولها طلب بتواجد قوات؟ فعلا لما الحكومة بتاعت حماس تواجدت في غزة طلبت إسرائيل أن يسيطر على القوات، آسف، على الشريط الحدودي ما بين غزة ومصر، قوات من حرس الحدود، وتم وهي خارج نص الاتفاقية طلب من إسرائيل بأن احنا ندخل كتيبة حرس حدود 750 فرد لتتولى الإشراف ومراقبة الخط الفاصل ما بين الأراضي الفلسطينية اللي تحت سيطرة السلطة والأراضي المصرية. ومصر وافقت ودخلت كتيبة
قوات حرس حدود تابعه للجيش المصري، بس هي تتواجد فين بقى؟ تتواجد في ال 11 كيلو اللي هو حدود مشتركه بين مصر وقطاع غزه. تمام. اما باقي الحدود فهي شرطه مدنيه، الباقي ال 200 بيننا وبين الحدود الدوليه الفلسطينيه الاسرائيليه المحتله حاليا 256 كيلو. تمام. 11 كيلو بس هم اللي هم فيهم قوات حرس حدود بناء على الطلب الجانب الاسرائيلي، ثم بقيه ال 256 يعني تبقى 245 كيلو تقريبا، 244 كيلو، دول قوات شرطه من الناحيه المصريه وقوات الاسرائيليه من الناحيه الاخرى. تمام. عايز اقول نعود الى الاتفاقيه. نعود الى الاتفاقيه الخاصه بين مصر واسرائيل في اتفاقيه السلام وبنود هذه الاتفاقيه كما نراها، وترى هل اثرت هذه الاتفاقيه على اتخاذ يعني القرار الحكيم من الجيش المصري بتواجده داخل سيناء وتطهير هذه البؤر الاجراميه، او يعني ما هذه المشاغبات وما تحويه من بعض العناصر؟ يعني هل هذه الاتفاقية كانت هناك أيضا حائل محجمة للجيش المصري؟ لا، يعني ده ما تتناقله وسائل الإعلام، ومعلش أنا في وسيلة إعلام مصرية، لكن أنا عايز أقول يعني إن كثير من الإخوة اللي بيتناولوا هذا الموضوع لا يعلموا أبعاده كاملة، ويعني بيتكلموا بشكل غاب عنه كثير من المعلومات. تمام. أولا مصر لم يتواجد بها هذا الحجم، سيناء لم يتواجد بها هذا الحجم من قبل. يعني احنا في المنطقة الف من القوات العسكرية العسكرية عندنا 23 الف جندي، تمام، 230 دبابة، 480 مركبة قتال مدرعة، 176 قطعة مدفعية، 176 قطعة دفاع جوي، المقذوفات الموجهه المضاده للدبابات مسموح بها باي عدد، حريه التجول والسيطره كامله في داخل هذه المنطقه. لما نيجي نعدي المنطقه التاليه تتواجد قوات حرس حدود، اربع كتائب، 4000 فرد، هذا نص الاتفاقيه. تمام. المنطقه التاليه لها اللي هي المتخمه للحدود الاسرائيليه تجاوزا، يعني ما فيهاش غير كتيبه واحده ناحيه غزه، لكن تتواجد بها قوات شرطة مدنية وهي غير محددة برقم، ثم سمح أن تستخدم الطائرات الهليكوبتر أنها تراقب عملية الحدود دعما للشرطة. ثم أنشئ مكتبين اتصال، مكتب اتصال مصري في أعتقد العريش أو الشيخ زويد، مش يعني المكان في دماغي مش دماغي صح، ثم واحد موجود في الجانب الاسرائيلي في منطقة النقب. هذه مزودة بوسائل اتصال ومواصلات سلكية مفتوحة ولا سلكية، مفتوحة 24 ساعة لتبادل اي معلومات والتنسيق في اي اتجاه عن طريق مكتبي الاتصال. تمام. مكتبي الاتصال دول يقع عليهم عبء التنسيق المباشر، ثم بعد كده تتولى القيادات في كلا مصر واسرائيل عملية التدقيق والتفاصيل وكل ما هو متاح. لم تخترق مصر ولا اسرائيل احترامهم للاتفاقية، وهذا مؤشر جيد. الجزئية الثانية، مصر عندما طلبت اسرائيل تأمين حدودها بكتيبة لم تعارض ولم تعلن رفضها، وبالتالي قصة التهديد هو يهدد كلا طرفي الاتفاقية، وبالتالي اعتقد ان اسرائيل لن ترفض اي تواجد مصري عسكري لفترة متفق عليها باتفاقات متفق عليها لعملية تطهير بؤر اجرامية، لان هذا يهدد مصر أكثر ويهدد امن اسرائيل. اكيد. وبالتالي يعني برضه اقول لحضرتك، هؤلاء الافراد هدموا كرم ابو سالم كمعبر، تمام، يعني في داخل الاراضي الاسرائيلية، تمام، فمن مصلحتها ان توافق. بس احنا نطلب،
تمام. اسمح لي سيادة اللي هو يعني أنا عاوز أقول هذه الاتفاقية كما قيل ويعني عنها أنها هي قابلة أيضا للمفاوضات والتطوير، يعني ليست ملزمة إلى الأبد، هي يمكن أن تفاوض فيها الجانبين وتعدل هذه الاتفاقية للظروف المختلفة. كلام حضرتك صحيح 1000%. تمام. يعني في الفقرة الرابعة قالت نصت على أماكن تمركز القوات أو وجود القوات، وقالت برضو انه هو يمكن لكلا الطرفين ان يعدل او يطلب او تعديل الاوضاع، هذا بنص الاتفاقية ذاتها. نفس الاتفاقية حددت كيف نتعامل بهذا المنطلق، فاذا فشلنا نلجأ للمفاوضة او الوساطة او التحكيم، وهذا متفق عليه طبقا لقواعد القانون الدولي. انا برضو عشان اطمن حضرتك اقول لك الفقرة الرابعة قالت ايه نص المادة الرابعة. الفقرة الاولى منها بغية توفير الحد الاقصى للامن لكلا الطرفين، وذلك على اساس التبادل، تقام ترتيبات امن متفق عليها ومناطق محدودة التسليح في الاراضي المصرية والاسرائيلية. الفقرة الرابعة من المادة الرابعة بتقول ايه؟ يتم بناء على طلب احد الطرفين اعادة النظر في ترتيبات الامن المنصوص عليها في الفقرة 1 و2. الفقرة 1 اللي انا ذكرتها لحضرتك، وفقرة 2 دي كانت خاصة باماكن بتاعة قوات البوليس الدولي، وتعديلها باتفاق الطرفين. تمام. يمكن جنابك طبعا يعني احنا وصلنا مع حضرتك يمكن لنهايه فقرتنا مع حضرتك، ولكن عاوز قبل ما انهي هذه الفقره، طبعا كان مفروض في كلام كتير جدا، لكن يعني انا عاوز اصل الى الحلول الامنيه التي يمكن ان تراها بجانب الجانب العسكري والجانب الشرطي المتواجد داخل سيناء. هل الجانب الخاص بالتنميه هو يعتبر من وسائل الامن والامان داخل سيناء وهدف من هذه الاهداف ايضا؟ يعني انا عايز اقول لحضرتك هو امن سيناء يجب ان يسير في محورين. تمام. امن عبارة عن بمفهومه الواضح تواجد قوات قادرة، وسواء من الشرطة وتم تكثيفها، وليس بهذا الشكل اللي مخلي سيناء فارغة او شبه فارغة، وهي تحتاج امكانيات وقدرات كبيرة من جهاز الشرطة. تمام. برضو بمعاونة القوات المسلحة، لان هي لا تمتلك وسائل الاستطلاع ووسائل التصوير، وهي التي تمتلك الطائرات، ويحق لها التدخل كما هو موجود حاليا في العملية نسر 1 ونسر 2 عندما تعجز امكانيات الشرطة عن العمل بمفردها. تمام. وهذا وارد ومنصوص عليه في الاتفاقية. ده المحور الاول، واعتقد ده المحور العاجل. العاجل. هناك محور آخر يجب أن يسير بنفس التوازي مع المحور الأمني. المعالجات السابقة للنظام كان محور أمني فقط، وبالتالي تمركزت بؤر الإرهاب وبؤر التيارات المتشددة داخل سيناء. الجزء الآخر هو محور تنموي. محور التنموي يجب رقم واحد ان احنا نهتم باهالي نفسنا، اهالي القبائل اللي تركوا لفترة طويلة في اهمال، ونحن كقوات مسلحة نعلم مدى ما قدموه من عون لنا. صحيح. سواء في العمليات اللي تمت في سنة 67 او في 73 او الفترة اللي بينهما، سواء كانت استنزاف او اعداد للقوات، وهذا معلوم. صحيح. لكل رجال القوات ومن المسلحة. حقهم يتصل اليهم هذه الخدمات. الجزئية الثانية حضرتك، تمام، لابد ان سيناء لا تترك فارغة. زي ما قول لحضرتك كثافة فيها حوالي من 3 لـ4 كيلو في الفرد. فرد في الكيلو، في 62,000 كيلو، كلام بسيط. يجب نقل جزء كبير من المصريين في الوادي وقعد توطنهم. بس سيناء ما حدش هيروحها ولا يقيم فيها حتى من اهلها في ظل غياب الخدمات. صحيح. والبنية الاساسية زي التعليم والصحة، واهم من ده كله قبل كده مياه الشرب اللازمة، ثم تخلق صناعات قائمة على البيئة زي التعدينية، مصايد أسماك،
نشاط صناعي على الخامات الموجودة، نشاط زراعي في الأراضي اللي يمكن استزراعها بس توصل لها المية. 30 سنة أهملناها، جاء الوقت. لا أنا مش عايز أقول 30 سنة، سينا مهملة أكتر من كده، من قرون، لكن يعني بعد ما عادت إلينا كان المفروض أن لكن هي من بعد ما عادت إلينا. سيادة اللواء أركان حرب متقاعد منير حامد، محلل عسكري وعضو المجلس المصري لشؤون خارجية، شرفنا يا فندم بهذا اللقاء. يمكن الوقت يعني ما أسعفناش لباقي عناصر كثيرة كنا نود أن نطرحها، ولكن يعني قدمت لنا رؤية واضحة للحالة في سيناء الحبيبة. شكرا لحضرتك ونلقاك دائما على خير. عفوا وأنا تحت أمرك في أي توقيت. شكرا فندم. زي مشاهدين فاصل قصير ونعود معكم مرة ثانية لنستكمل حوارتنا. ازاي ترضي لحبيبتي اسمع شق اسمك وانتي عمالة تزيدي في قرده وما انتش حاسة بطبت ازاي مش ناقص عشقك دافع ولا صدق في حبك شافع ازاي انا رافع راسي وانت بتحمي في راسي ازاي عدنا معكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ومع استكمال حواراتنا. يمكن كان في البداية اتكلمنا على سينا وموقعها الاستراتيجي وأهمية سينا بالنسبة لنا، ده طبعا لما اتكلمنا على شمال شرق مصر، وكان طبعا مهم جدا لينا على الحدود المصرية الفلسطينية أيضا. ولكن لو نزلنا للجنوب هنلاقي السودان وهنلاقي القارة الأفريقية تستقبلنا دائما، ويمكن الجانب الأمني لا يقل أهمية في هذه المنطقة. ولكن يعني لو عدنا مع سينا هنلاقي أن هناك أسباب لظهور بعض الجماعات الإسلام السياسي وتأثيرها في سينا أيضا لتأثير، وتأثيره أيضا في الجانب الأفريقي أو في مجال السودان أيضا لتأثير كبير قوي. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن نلتقي مع ضيف عزيز علينا والأستاذ أو الدكتور أيمن شبانة، خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة ونائب مدير مركز الدراسات السودانية أيضا. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور أيمن. يمكن تخصص حضرتك في هذا الجانب بيستدعي اهتمامنا في وجود جماعات الإسلام السياسي المتطرفة اللي هي الجهاديين، تواجدها مش فقط في سيناء لكن أيضا بيبقى في منطقة الأفريقية. بداية أسباب ظهور هذه الجماعات، جماعات الإسلام السياسي المتطرفة من وجهة نظرك التحليلية.
يعني اولا المعروف ان الاسلام انتشر بفضل في افريقيا بفضل الدعاه وبفضل الازهر الشريف وبفضل التجار، وكان هناك قدر كبير جدا من التسامح الديني والتعايش السلمي ما بين اصحاب الديانات المختلفه، حتى نجد انه في البيت الواحد في اي دوله افريقيه قد تجد المسلم والمسيحي ومن يدين بالديانه التقليديه الكل يعيش في سلام جنبا الى جنب. ولكن بدأ نوع من التعصب الديني نتيجة لاستغلال الدين في الحياة السياسية أو تسييس الظاهرة الدينية في القارة الأفريقية. قد بدأ مصطلح الإسلام السياسي أو جماعات الإسلام السياسي في الظهور عقب الثورة الإيرانية وأخذ يتبلور بعد ذلك. هذه الجماعات يعني يعود ظهورها إلى سياسات الدول الغربية، وهي سياسات من المعلوم أنها تقوم على الاستعمار ونهب ثروات الشعوب بشكل ممنهج واستغلال الاقتصاديات هذه الشعوب ومواردها الهائلة. القارة الأفريقية تحديدا قارة غنية جدا، وليست كما يشاع عنها أنها قارة فقيرة أو قارة المجاعات والأوبئة، ولكنها قارة تحوي كنوز في أراضيها أكثر من 30% من الثروات المعدنية في العالم، ولذلك كان التكالب عليها وكان استغلالها سواء استرقاق البشر ثم الاستعمار العسكري مرورا بالاستعمار الاقتصادي وأشكال مختلفة من الاستعمار الجديد وصولا إلى الاستعمار الثقافي. إذن سياسات القوى الاستعمارية ولدت قدرا من الشعور بالإحباط، الشعور بالظلم لدى قطاعات الشباب في القارة السمراء. أيضا ممارسات النخب الحاكمة، يعني كثير من هذه النخب ارتبط بالخارج، كانوا يعني بمثابة عملاء للأنظمة الغربية في الخارج، مارسوا سياسات قمعية تقوم على قمع المعارضة السياسية، أيضا سياسات اقتصادية فاسدة، فاستشرت البطالة وتدنت معدلات النمو الاقتصادي وتدنت مستويات المعيشة في الدول الأفريقية. كل هذا أدى إلى يعني بروز هذه الجماعات وانتشارها على الساحة الأفريقية، يعني تقريبا في كل ربوع القارة الأفريقية تقريبا بشكل أو بآخر. تمام، يعني هذه الجماعات لها هيكل قيادي ولها علاقات أيضا بالقاعدة، حدثنا عن هذا الهيكل القيادي كما ترى ومدى هذه العلاقات بالقاعدة أو بتنظيم القاعدة. يعني بدأت هذه الجماعات تنتشر تتبلور ثم تنتشر في القارة الأفريقية عقب عمليات الجهاد ضد الاتحاد السوفيتي السابق، وعاد هؤلاء إلى مواطنهم مرة أخرى. طبعا هؤلاء محسوبون على تنظيم القاعدة واستلهموا فكر القاعدة، فأثر على الهيكل القيادي والإطار الفكري وحتى ممارسات هذه الجماعات. مبدئيا الإطار الفكري، هم يوحدون مسألة الجهاد في شتى أنحاء العالم، ويعتبرون أن الجهاد ضد الاستعمار في دولة معينة متواصل ومرتبط بالجهاد ضد المستعمر أو المحتل في الدول الأخرى، فيعتبرون أن الحرب في الصومال والشيشان والعراق وفلسطين كل هذه الحرب الجهادية هي حرب واحدة ما بين دار السلم التي يعتقدون أنهم يمثلونها بالطبع، ودار الحرب المتمثلة في المستعمر وفي من يرتبط بالمستعمر من أنظمة عميلة وقوى إقليمية عميلة أيضا. إذن قاعدة الجهاد واحدة في شتى أنحاء العالم، يقسمون العالم إلى دار سلم ودار حرب، يعتبرون أنفسهم هم الطائفة المنصورة أو الفئة المنتصرة أو الفئة الغالبة، وينظرون إلى أعدائهم باعتبارهم صليبيين أو عملاء أو مرتدين، بل إنهم يقدمون قتال الأنظمة الحاكمة على قتال المستعمر، يقولون إن قتال المرتد مقدم على قتال الكافر. طبعا هم لا يقبلون الحلول الوسطى، يعني يفضلون حمل السلاح والتغيير من خلال العنف. في الصومال على سبيل المثال
جماعة مثل الشباب المجاهدين، حركة الشباب المجاهدين كانت تقاتل حكومة شيخ شريف شيخ أحمد في الصومال، وكانت تقاتل قوات الاتحاد الأفريقي الموجودة في الصومال، وقد نقلت أيضا صراعها ضد الدول التي شاركت بقوات ضمن قوات الاتحاد الأفريقي مثل أوغندا. فهذه الجماعات مشكلتها أنها ترفض الحوار، بالطبع ترفض الديمقراطية ولا تقارن بين الديمقراطية والشورى، يعني تقول أن الديمقراطية قيم غربية مفروضة من الخارج وهي عكس الشورى التي تتطلب النقاش مع الجميع والوصول إلى حل توافقي. يقولون أن الديمقراطية تأتي بتيار معين إلى السلطة، هذا التيار ربما لا يعبر عن كل المجتمع. طبعا هذه الجماعات مشكلتها أنها تنطلق من قناعات أيديولوجية، وبالتالي صعب جدا يعني إقناعها بالجلوس إلى مائدة التفاوض. تمام. معنى ذلك أننا نستمر في صراع بلا نهاية حتى يقضي طرف على الطرف الآخر، والخاسر في النهاية هي شعوب هذه الدول التي يعني تقع فيها هذه الصراعات. بالنسبة للهيكل القيادي أيضا، التسلسل القيادي، هذه الجماعات قيادتها من العناصر المحسوبة على تنظيم القاعدة، عادة ما تجند الشباب صغير السن، طبعا هو أقل تعليما أكثر إحباطا يعاني من البطالة، يقنعونهم بفكرة أن هذا وجهاد في سبيل الله، وأن يعني أن الجهاد نتيجته إما تحقيق النصر أو الشهادة، لدرجة أنهم يقومون الاحتفالات عند استشهاد أحد العناصر منهم باعتبار أنه قد وجد طريقه إلى الجنة مبكرا. تمام. يعني ظهور هذه الجماعات طبعا حضرتك تحدثت عنها، ولكن عاوزين نتحدث عن تنظيمها العسكري. يعني هذا لها تنظيم عسكري كما لها هيكل قيادي، ماذا عن هذا التنظيم العسكري وتأثيره الفعلي، ولماذا اختارت بشكل كبير سيناء والقارة الإفريقية أو منطقة السودان أو دولة السودان؟ يعني هذه الجماعات تعتمد على فكرة حروب الاستنزاف أو حروب العصابات، بمعنى أنها تعتمد على الكر والفر، لا تتمركز في قواعد أو هياكل أو معسكرات ثابتة حتى لا يسهل رصدها وبالتالي ضربها. تمام. وبالتالي فكرة استنزاف الدولة، فكرة يعني إجبارها على خوض حرب غير نظامية مرهقة طبعا للجنود الذين اعتادوا على أسلوب الحرب النظامية. تتلقى هذه الجماعات الأموال من الخارج نتيجة لعمليات التهريب، أو بعض هذه الجماعات ذاتها متورطة في استغلال موارد الدول التي تقبع فيها، وتستخدم هذه الأموال في شراء السلاح وفي الإنفاق على العمليات العسكرية التي يشنونها. والمشكلة أن عدم تمركز هذه الجماعات في مكان ثابت وانتقالها من مكان إلى آخر هو أمر مرهق جدا للطرف الآخر ممثلا في الدولة. طبعا هذه الجماعات تستعمل أو تعتمد بصفة أساسية على السلاح الخفيف، والسلاح الخفيف هو سهل الاستخدام حتى من بين الأطفال، يعني الشباب الصغير والأطفال الذين لا تتوافر لديهم الخبرة، لديهم القدرة أيضا على حمل مثل هذا السلاح، حتى عندما يتم التوصل إلى بعض التسويات السلمية أو الهدنة مع هذه الجماعات يصعب جدا عمليات نزع السلاح بالنسبة لهم، لأن السلاح الخفيف سهل إخفاؤه. تمام. عفوا، هذه الجماعات أعلنت أكثر من مرة ارتباطها بتنظيم القاعدة العالمي الذي يقع مقره الآن على في مناطق الحدود الأفغانية الباكستانية، وقالوا أن الارتباط بينهم وبين تنظيم القاعدة يتعدى مجرد الارتباط الفكري أو العاطفي أو الانتماء إلى أيديولوجية واحدة، وإنما أيضا تعدى ذلك إلى مسائل التمويل ومسائل التدريب. يعني وجدنا في الصومال على سبيل المثال جماعة الشباب المجاهدين هناك عناصر أجنبية مندسة بين صفوف هذه الجماعة. تمام. أيضا وجدنا الأساليب القتالية،
يعني زرع العبوات الناسفة والعمليات التفجيرية والعمليات الانتحارية، كل هذه الأساليب غريبة على المجتمع. صحيح. هناك وجدناها الآن موجودة ومترسخة. طبعا مثل هذه الأمور يعني تهدد استقرار ليس النظام فحسب أو النخبة الحاكمة فحسب أو الجيوش النظامية فحسب، وإنما أيضا المجتمعات، يعني نتيجة لمحاولة إقحام الشريعة الإسلامية بالقوة. أن الشريعة الإسلامية إذا أردنا أن نطبقها ليس بهذا الشكل الذي ينفر الناس منها، وكأن الشريعة الإسلامية مجرد عقوبات بتحل بمن يرتكب ذنبا معينا. الشريعة الإسلامية تنظم كافة شؤون الحياة ولا يعني تنحصر في مسألة العقوبات. وجدنا الشباب المجاهدين مثلا يجلدون من لا يصلي في المسجد، وجدناهم حتى يعرضون عمل الجماعات الإغاثة الإنسانية في الصومال. نفس الأمر تكرر في مناطق أخرى بالنسبة للجماعة السلفية للدعوة والقتال في الجزائر، التي تحولت فيما بعد إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. نفس الكلام بالنسبة لتنظيم القاعدة في بلاد الرافضين، أبو مصعب الزرقاوي تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية عبد الله عزام. وكأننا الآن لدينا خلايا عنقودية تابعة للقاعدة تتبع أسلوب الإرهاب الإلكتروني، بمعنى أنهم يجيدون استخدام الحاسب الآلي، ويجيدون استخدام النت، ويجيدون استخدام الشفرات، ويتلقون الأوامر من تنظيم القاعدة العالمي بشكل مركزي لكي ينفذونها بدورهم بشكل غير مركزي في دولهم. تمام. يعني هل في جانب انتشارهم اختلاف، ولا هذا الانتشار أخذ يتنوع في أماكن مختلفة؟ يعني أعتقد أن الصورة متشابهة إلى حد كبير، يعني من مسألة الاقتناع بضرورة التغيير بالقوة، رفض الحلول الوسطى، العناصر التي يتم تجنيدها هي عناصر من الشباب، القيادات مرتبطة بتنظيم القاعدة، العمليات هي عمليات غير نظامية تعتمد على القر والفر وإرهاق الخصم. الاختلافات محدودة جدا، يعني بعض هذه الجماعات مثلا يريد تطبيق الشريعة الإسلامية بشكل فوري، نجد أن البعض الآخر يريد الإطاحة بالنظام من أجل أن يحل محله أو الإتيان بنظام جديد. بعض هذه الجماعات إسلامية ولكنها ترتبط بحركات أخرى علمانية غير ذات توجه ديني، مثل جماعة أنصار الدين المنتشرة الآن في منطقة شمال مالي، وهي مرتبطة بالحركة الوطنية الأزودية، هي حركة علمانية. وهذا التحالف أثمر عن نتيجة وهي تكوين دولة للطوارق، دولة انفصالية للطوارق في شمال مالي، وتم الوصول إلى تفاهم مؤخرا ما بين جماعة أنصار الدين والحركة الوطنية الأزودية، بحيث يتم وضع شمال مالي تحت سيطرة الحركة الوطنية الأزودية في مقابل تطبيق الشريعة الإسلامية في هذه الدولة الوليدة. وهذا التطور يعتبر تطور نوعي، وتحالف ما بين جماعة إسلام سياسي ذات مرجعية دينية متطرفة وجماعة سياسية علمانية. تمام. يعني قبل ما نختم مع حضرتك، عاوزين نشوف في عجالة سريعة أثر وجود هذه الجماعات على الدين الإسلامي وعلى يعني تواجده. هل يسيء إساءة، أم يرى البعض أنه يأتي بإيجابيات؟ يعني هذه الجماعات إذا نظرنا إليها نجد أنها حظيت بتعاطف الشعوب في البداية. هذا التعاطف نتيجة لأنهم يواجهون دول أو مصالح دول غربية، فوجدنا هذا التعاطف. كان هناك نوع من التعاطف مثلا مع تنظيم القاعدة لأنه يواجه الولايات المتحدة الأمريكية. بعد فترة أصبح الملهم للشعوب ليس هو هذه الجماعات فحسب، وإنما الملهم للشعوب هو الثورات والمطالبة بالحقوق. صحيح. ومطالبة الحكام بالشفافية وبالنزاهة والانتخابات الديمقراطية، وفكرة أن الحكام ضروري أن يحتموا بالشعوب. وبالتالي هذه الجماعات أصبحت الآن شبه معزولة ولم تحظى بالتعاطف. لماذا؟ لأن هذه الجماعات بالفعل تسيء إلى صورة المسلمين في العالم. يعني أعمال هذه الجماعات من اختطاف سائحين وأخذهم كرهائن وتنفيذ عمليات تفجيرية
هنا أو هناك، كل هذا يضر الشعوب. حقيقة أن هذه الجماعات مثلا يعني في حدود علمي أنها لم تمارس عمليات مثلا نوعية في صحيح. إسرائيل. يعني إذن هي تسيء وليست تضيف. بالطبع. تمام. دكتور أيمن شبانة، خبير الشؤون الأفريقية بجامعة القاهرة ونائب مدير مركز الدراسات السودانية، شرفنا يا فندم بلقائك وبآرائك البناءة. عفوا. شكرا لحضرتك. أعزائي المشاهدين، دايما بنقول علشان نحافظ على بلدنا لازم يكون عندنا وعي سياسي، ووعينا بأهمية سيناء هذا الوعي لابد أن يزداد، ولابد أن نتجه كلية إلى تعمير سيناء وإلى الاهتمام بسيناء وإلى القضاء على كل السلبيات الموجودة هناك. ويمكن الجيش المصري والشرطة تؤديان هذا العمل باقتدار. بنقول للمواطنين أيضا دور، بنقول للجانب الخاص بالتنمية في سيناء دور كبير جدا. نقول أيضا يجب أن نمتد أيضا في العمق الإفريقي ونؤثر تأثير كبير حتى تحظى مصر دائما بهذه المكانة الرائعة. إلى أن نلقاكم أعزائي المشاهدين الكرام، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء. شايلين روحنا في ايدينا حلفينا.